هاشتاج إلا رسول الله، كل وسيلة تستطيع أن تدافع بها عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيها عنف ولا اعتداء على بريء، أرجو أن تكون قربة من القربات وطاعة من الطاعات بإذن الله عز وجل. المقاطعة مشروعة، سلاح سلمي في أيدي الشعوب، عندما تعجز عن يعني عمل شيء، الله أقدرها على هذا، على هذه الوسيلة لتدفع بها عن نبيها صلوات ربي وسلامه عليه، مع يقيننا بقول الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا.